في سؤال مهم قوي. دايما نسمع انه في فرق كبير ما بين القائد والمدير. هو فعلا في فرق كبير، وكل المؤسسات بالمناسبه محتاجه الاثنين. بس عشان نشوف الفروق، تعالوا بسرعه نشوف القائد بيفكر ازاي. القائد اللي هو بيبقى عنده رؤيه، بيقود الرؤيه. المدير بينفذ الرؤيه دي. القائد مشهور جدا انه عنده قدره على الاقناع. المدير لازم يكون حاسم، احنا مش هنقعد نرغي كتير، احنا عايزين نشتغل. القائد بيعرف يغامر، يقود مغامره. المدير ياخد المخاطر بتاعه المغامره دي ويحولها لخطه عمل. القائد شخص مشجع، بيعرف يشجع الناس. والمدير يعرف يقول للناس اعمل 1 2 3. القائد مشهور بانه شخص عنده القدرة على التحدي، يعني لو دي صعبة هعملها. المدير عنده حاجة تانية مش شبهها خالص، يمشي مع التيار، يعني لو دلوقتي احنا عندنا أزمة هنتصرف ازاي في وسط الأزمة، لو عندنا حاجة صعبة هنعديها ازاي. المدير شخص عايز ينجز. القائد بيحفز، يعني هيقول لك انه لو عملنا كذا هيبقى عندنا كذا، ففي دافع كبير قوي. المدير يديك دعم انك تعمل ده. القائد هو الشخص الوحيد في المؤسسة اللي عنده الجرأة إنه يكسر القواعد. المدير أهم واحد يحافظ على القواعد. القائد بيشجع ويبني ثقة، والمدير يسيطر، لازم يسيطر. القائد يتبنى أفكار، يعني لو جيت له فكرة جديدة روح للقائد. المدير هيديك مسؤولية محددة وواضحة. القائد دايماً يقوله كده، يقول في كلامه إحنا. المدير أحياناً يبقى شايف إنه أنا. القائد بيجاوب دايماً على سؤال محدش بيطرحه، يعني دايماً إحنا نقول فشلنا، المدير يقول ليه فشلنا؟ دايماً نقول زهقنا، ليه زهقنا؟ دايماً القائد عنده ليه؟ المدير بيجاوب على سؤال تاني خالص، برضو مهم. إيه؟ هنعمل إيه؟ هنغير إيه؟ هنجيب مين؟ ده المدير. القائد بيعمل وراه قادة تانيين. المدير بقى بيبقى وراه ناس يتبعوا خطته ورؤيته. الحقيقة على قد ما قدرنا احنا حاولنا نلخص القائد والمدير في نقط كده وفروقات ما بين بعض. اتعودنا نسمع الكلمة برضو اللي استهلكت خالص، انه خليك قائد ما تبقاش مدير. هقول لكم النهاردة مفاجأة، انه في كل مؤسسة احنا محتاجين الاتنين. الاثنين بيكملوا بعض جدا. القائد مهم جدا، لكن المدير كمان مهم جدا. لو تخيلنا كده انه في مؤسسه من المؤسسات فيها قائد بس عنده رؤى وافكار وابداع وتحفيز وتشجيع، لكن ما عندوش حد ينفذ الرؤيه وينفذ الحاجات دي، المؤسسه كمان مش هتبقى بخير. فقدان الاداره خطر، وفقدان القياده خطر كبير هو كمان. زي ما قلنا انه كل قائد جيد عنده مهارات إدارية، وكل مدير جيد بالمناسبة عنده شوية مهارات قيادية. صعبة؟ إن شاء الله أشوفكم أحسن مديرين كده قريباً يعني.